مرحبا بحضراتكم من جديد. كلنا ربما شفنا القرارات اللي اصدرها سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصه برفع مخصصات برامج الحمايه الاجتماعيه. كلنا عارفين ان ليها انعكاس كبير جدا على عدد كبير ورقم كبير جدا من الاسر المصريه. لكن النهارده فقرتنا عن المراه، لان نسبه كبيره جدا من برامج تكافل وكرامه موجهه للمراه المصريه. نسبه كبيره جدا من المبادرات الخاصه بالمراه المعيله والمشروعات متناهية الصغر اللي بيتم تمويلها علشان تساند وتساعد المرأة المصرية. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن تأثير قرارات الحماية الاجتماعية على المرأة المصرية. هتعمل إيه هذه القرارات؟ هتستفيد منها المرأة المصرية إزاي؟ بصحبتنا الكاتبة الصحفية الأستاذة سمر الدسوق، رئيس تحرير مجلة حواء. أهلا بحضرتك يا أستاذة سمر. صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. أهلا. وسعيدة إن أنا معاكم. أهلا بحضرتك. ازاي هيبقى في يعني تاثير لقرارات السيد الرئيس لزياده مخصصات الحمايه الاجتماعيه للمراه المصريه؟ هنقدر نقول الدوله فادت المراه بنسبه كام في الميه وهتفيدها بنسبه كام في الميه؟ ده مش المراه بس خلينا في الاول نقول لكم كل سنه وانتم طيبين، كل سنه ومصر بخير. أو يعني طبعا بخلاف عيد الفطر المبارك لسه كنا بنحتفل بعيد تحرير سيناء. وخلينا نقول لسيادة الرئيس كل سنة هو طيب، والجيش المصري والشرطة والشعب المصري كله. إيه اللي حصل بالظبط؟ على فكرة دي ليست المرة الأولى لو حضرتك تاخد بالك، وفي ظل ظروف عالمية صعبة أنت يمكن للمرة الثانية أو الثالثة في توجيهات من سيادة الرئيس بزيادة اللي هي الموازنة المخصصة للدعم وأيضا برامج الحماية الاجتماعية. ده هينطبق على إيه المرة دي؟ هيبقى فيه دعم أكتر، ويمكن وزير المالية أشار لهذا بالأرقام. هيبقى فيه دعم أكبر وبنسبة كبيرة فيما يتعلق بقى بالتأمين الصحي، العلاج على نفقة الدولة، استكمال برامج الحماية الاجتماعية. يعني احنا خلاص في نهاية المرحلة الأولى من حياة كريمة، هندخل على المرحلة الثانية. هيبقى فيه أيضا زيادة نسبة فيما يتعلق بالموازنة بالإسكان الاجتماعي. كل ده هينطبق على المره في ايه؟ وطبعا احنا من فتره حتى في شهر مارس اللي هو اللي فات اللي هو اتطبق اللي هو ابريل، كان فيه برضو بتوجيهات سياده الرئيس برضو زياده اللي هي موازنه الدعم، واللي انطبقت اكتر على الرواتب والمعاشات. صحيح. المره بتعمل ايه بمنتهى البساطه كده؟ يمكن سياده الرئيس اشار الى هذا مشكورا في احدى مؤتمرات الشباب حينما قال المرأة المصرية لما بتشعر ان الارض دي امنة بتبقى عندها احساس بالامان على بيتها على اولادها، بتنزل وبتقف في ظهر البلد. انت اللي بتعمله ايه دلوقتي بمنتهى البساطة؟ سيادة الرئيس بيبقى مشكورا بيوجه، واقول لك احنا لمسنا ده ازاي بقى في ارض الواقع، بيوجه رسالات مباشرة للمواطن المصري. اذا كان العالم كله في أزمة اقتصادية بيعاني، وطبعا بنشوف ده في وسائل الإعلام. صحيح. اللي هي نقص في السلع، في بعض السلع مش موجودة في السوبر ماركات، تحجيم أساسا للطاقة. لا ده احنا وصلنا بقى مش كل سنة، ده تقريبا كل شهر أو شهرين بتبقى في إجراءات وتوجيهات جديدة بزيادة الدعم، وأيضا دعم برامج الحماية الاجتماعية. فده معناه أن احنا بنقول ببساطة للمواطن المصري، سواء كانت امرأة سواء كان رجل سواء كان ذوي همم أطفال، يا جماعة انتوا نصب أعين القيادة السياسية، محدش هيسيبكم لوحديكم. احنا ما عندناش أزمة، وده أنا بقوله في كل مكان. والله ما عندنا أزمة، انت حتى هذه اللحظة بتدخل اللي هي منافس بيع كل السلع بتنقي وتختار، صح ولا لا؟ صحيح. لغاية أصلاً دلوقتي بتتحرك وتستخدم ومبادرة زي كلنا واحد لا وبتستخدم وخارج. أساساً الطاقة وتستخدم الكهرباء. صحيح. وتستخدم المية، وما عندكش اللي هي الكروت اللي هي بتعمل حاجات دي. تأثير دوت إيه بقى بشكل أساساً ملموس؟ بجانب إن هي هتحس بالأمان، وده هيساعدها إنها تدي أكتر. يمكن إحنا كنا في مجلة حواء ابتدينا مع صدور هذا القرار من يوم أو يومين إن إحنا نشتغل في هذا الأمر. فنيتوا الأمر بقى بند بند؟ لا تواصلنا بقى إحنا، يعني أنا بحب قوي أنا وفريق العمل إن إحنا ننزل، فتواصلنا مع عدد كبير من السيدات في المناطق الأكثر احتياج. جميل. بص بقى المرأة المصرية، أنا دايماً أحب اللي هو أتناقش معاها، وبالذات المرأة البسيطة عشان تفهم القصة واصلة لها ازاي. فبقول لها ده دعم السلع تمويلية، مش عارفة تأمين صحي. فراحت ردة والله سيدات كتيرة جدا،
ده كفايه تكافل وكرامه. مش بشوف فبقول لها ده تكافل وكرامه، لا يعني حاجه بسيطه. قالت لي 300 400 جنيه برضو بينفع. والله العظيم بجد عايزه اقول لحضرتك ما شاء الله احنا الاعلام بتاعنا قايم بدور على اكمل وجه، ان هو وصل الرساله والرساله ليها صدى، وحتى السيدات البسيطات اللي احنا نزلناهم واللي قاعدين جوه اسنان البيت حاسين، وحاسين ان ده هيأثر على حياتهم، وحاسين ان في اهتمام، وحاسين ان مهما كان العالم يعني بيعاني من ازمه، لا احنا واقفين على رجلينا. صحيح. واحنا طيب في قياده سندانه. يعني احنا وصفنا ربما هذا الامر في كلام حضرتك، خلينا نفند هذا الامر في بنود. ما هي البنود اللي الدوله المصريه قدرت ان هي تشتغل فيها في ملف الانفصال؟ يعني نبدا على سبيل المثال ملف الاسكان. عملنا لا إيه؟ انت حضرتك عايزه اقول لحضرتك حاجه، انت لو اتكلمت بقى اللي هي بشكل عام على مبادرات وبالاخص بالنسبه للمراه المصريه والشباب، يعني انا دايما بقول ان دول اكتر فئتين وذوي الهمم طبعا كانوا بيعانوا من الاهمال يعني الاكتر من 10 سنين ماضيه، ولكن منذ تولي سياده الرئيس لمقاليد الحكم حتى الان لا الصوره اختلفت تماما. ده انت عندك دلوقتي حياه كريمه، حياه كريمه اللي احنا دايما بنؤكد المبادره العالميه اللي اشادت بها الامم المتحده، واللي يا جماعه مش وصلات ميه وكهرباء والقصه دي خالص، لا ده في اهتمام ببناء الانسان، في مكتبات، في مدارس، في طرق عشان تساعد المواطن ان هو يروح من مكان لمكان او يكمل تعليمه. عندك تكافل وكرامه، احنا عندنا نسبه المراه التي تعيل الاسر المصريه بتعيل اكتر من 25% من الاسر المصريه مستفيده من تكافل وكرامه، وبالذات اذا كانت هذه العائل، وده بيدعمها كتير جدا. عندك استراتيجيه تمكين المراه 2030 اللي هي جزء اساسي منها الدعم الاقتصادي، ان انت دلوقتي ما بقتش بالذات المراه المعيله او اللي بتعاني من الاميه مش بتعمل الحاجات اللي هي ايه المشروعات اللي تكفي حد الكفاف اللي هو مثلا زي ما كانت بتعمل زمان تربيه دواج، لا ده دلوقتي بيتم تدريبها على مشروعات، بيتم توفير تسهيلات ليها فيما يتعلق بالقروض والسداد. عندنا مبادرة سيادة الرئيس اللي هي لدعم الغارمات، وشفنا الإفراج عن كثير منهم سواء وأيضا الغارمين. عندك بجانب السن دول في المبادرات الصحية، احنا مش تأمين صحي بس يا جماعة اللي احنا شغالين اساسا في المرحلة الاولى منه، وشفنا المحافظات اللي تنفذ فيها وبنكمله، لا ده انت عندك 100 مليون صحة، عندك الست المصرية صحة مصر، عندك بالنسبة للمرأة وده مهم قوي لأولادها اللي هي ضعاف الكشف على الأطفال من ضعاف السمع، مواجهة التقزم، توفير أسنان العلاج لمرضى ضمور العضلات، وشفنا كمان فيما يتعلق بقى بالتوجيهات اللي هي بتكمل هذه الأشياء، تحسين اللي هي الرواتب وتحسين المعاشات، والجزء اللي هو السن الحالي هيدعم أكتر الإسكان الاجتماعي، هيدعم أكتر التأمين الصحي. إزاي هيدعم الإسكان؟ ربما ده سؤالي في الأصل. لأن أساسا الموازنة يا فندم لما أساسا بتزيد معناه أن أنت هتقدم الخدمة بشكل أكبر، أن أنت هتتوسع في التطبيق بشكل أكبر، أن نسبة الناس اللي هتقدر أن هي تستفيد هتبقى أكبر. عندنا يعني أرقام مش يا أستاذة سامة؟ لا هو أرقام، هو حضرتك أرقام فيما يدعم لا لا الأرقام يا فندم لسه القرارات طلع من يومين. الارقام يعني اللي هي مقصه حاجات باثر رجعي زي مثلا 100 مليون صحه مثلا بنتكلم بالتأكيد. في لا 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 100 مليون صحه استفادت منه المراه مثلا مبادره مثلا 100 مليون صحه، انت اساسا وصلت لاكثر من 18 اسام مليون امراه ورجل، ومش اساسا بالكشف اساسا بس. خد بالك حاجه ان المبادره دي انت واجهت السنه اللي هي فيروس سي، ده اساسي. ده أهم حاجة. وبعدين كمان غير 100 مليون صحه، الست المصريه صحه مصر دي مش بتكشف اساسا بس، لا ده انت بتكشف، ودوت احنا نزلنا وسالنا فيه السيدات الفضليات، ده انت بتاخد علاج مجاني كمان. شفنا كمان قدر اللي هي المستشفيات اللي هي تم انجازها فيما يتعلق بالتامين الصحي اللي هو لمسناه في بورسعيد والحاجات اللي نقلتها ايضا وسائل الاعلام. بص يا فندم عايزه اقول لحضرتك حاجه، انت ماشي اذا كنا بنقول ان حياه كريمه دي
أهم مبادرة يعني إنسانية كمان، لأنها بتبني الإنسان المصري وبتساعدك إن أنت تطلع أجيال عندهم إحساس إن الدولة بترعاهم، فكده أنت بتحافظ عليهم من الاستقطاب، بتحافظ عليهم من الإرهاب، بتساعد إن هم يبقى عندهم انتماء أكتر لهذا المكان. ولكن أنت بس حياة كريمة إزاي شفاهة المرأة؟ إحنا بنتكلم ربما عن المبادرة، حضرتك بتتكلمي لا حياة كريمة أساسا حضرتك كله، لكن لما أنا بتكلم مثلا في فقرتي هنا عن دعم المرأة المصرية وحضرتك رئيس تحرير مجلة خاصة بالمرأة، إزاي استفادت المرأة تحديدا من هذه المبادرة؟ حياك هو حضرتك أنت دلوقتي لما أساسا بتوفر اللي هي للمرأة دي، أولا حياة كريمة بتوفر فرص عمل، لأن أنت أساسا بتبني طرق وبتبني أساسا كباري وبتبطن أساسا ترع إلى غيرها ومستشفيات وأسقف منازل، دي الحياة اللي هي عايشة بالظبط، دي الحياة اللي هي عايشاها المرأة، فهي كده بتشعر بالأمان على بيتها أساسا وعلى أولادها. تاني أساسا حاجة عندك المدارس، ما أنت بتوفر فرص تعليم كده لأبنائها، وبعدين عندنا كمان اللي هي فرص العمل، المشروعات دي كلها بتوفر فرص عمل سواء للسيدات للرجال للشباب اللي موجودين في الأماكن، فده مهم جدا. عندك اللي هي توفير مكتبات، في حاجة جميلة كمان المجلس القومي للمرأة عملها من خلال حياة أسنان كريمة، ويمكن لمسناها أكتر في شهر رمضان وإحنا لسه مودعينه قريب، اللي هي عملية التنمية الثقافية. يعني بدأ المجلس القومي للمرأة اللي هو ينزل مش حملات طرق الابواب بقى، لا بيعملوا اصلا عروض مسرحيه ورش فنيه دوت بتروح فيه المراه واولادها اللي هو بيقعدوا اصلا يرسموا، بينقلوا الرسائل اللي هم عايزين يوجهوها سواء مثلا في مواجهه الختان، سواء فيما يتعلق اللي هي في المشاركه في الحياه الاقتصاديه، سواء في منع الزواج المبكر، اللي هي عمليات التوعيه كلها بتتنقل من خلال اعمال فنيه. وده بدأ المجلس القومي للمرأة ينفذه بالتعاون مع الجهات المعنية في قرى حياة كريمة. طب يعني ماديا قصة صناديق الدعم النقدي أو صناديق التأمينات الاجتماعية استفادت بها المرأة المصرية إزاي؟ عندنا برضو أرقام، يعني أنا برضو كل ما قيل هي مبادرات رئاسية بتخدم الأسرة المصرية. صحيح طبعا المرأة المصرية جزء من هذا الأمر، صحيح استفادت من مشاريع متناهية الصغر، صحيح استفادت من تكافل وكرامة عبر زوجها، لكن هي المرأة نفسها تستفيد إزاي من حاجة زي صناديق التأمينات الاجتماعية؟ بص يا فندم عايزة أقول لسيادتك حاجة، دلوقتي زي ما احنا أساسا قلنا العوائد المادية أساسا كلها، أنا مش عايزة أقول إن الأسرة المصرية عشان ما أقللش طبعا من قيمة الرجل، المرأة هي عمود الأسرة المصرية، وبالتالي زي ما احنا قلنا وفقا لرسالة سيادة الرئيس هذه السيدة اللي وقفت في ظهر الوطن، ليس يعني احنا لمسنا ده أكتر في العشر سنوات الماضيين من أول حكم الإخوان ثم الخروج في الانتخابات الرئاسية الأولى والثانية والتعديلات الدستورية، هي اللي بتحرك بالظبط، هي اللي بتحرك الأسرة كلها. وبالتالي الأسرة ديت لما أساسا يكون الزوج الأبناء هي ايضا فيما يتعلق بدعمها في المشروعات اللي هي الاقتصاديه، توفير فرص عمل ليها، زياده السن حجم اللي هي مش عايزه اقول حتى بقى مش الاسر الاكثر احتياجا، انت عندك دلوقتي السن كمان اقتصاديا اللي هي زياده نسبه تمثيل المراه في المناصب الاداريه العليا، زياده السن نسبه اللي هي الودائع اللي هي الخاصه بالنساء، كل هذا طالما ان هو بيمس الزوج وبيمس الاولاد وفي نفس الوقت بيقدم ليها ايضا هي خدمه مباشره سواء في توفير فرص عمل، سواء في الترقي في المناصب الاداريه العليا، سواء في تحسين دخلها دخل اولادها بشكل مباشر، كل دوت اوريدي بيحسن صحيح. من مستوى الاسره ككل، وبالتالي بينعكس على المراه وبيزيد من قدر مشاركتها في العمل العام. صحيح. على اي حال يعني مظلات الحمايه الاجتماعيه اللي قامت بها الدوله المصريه مظلات كثيره شملت فئات كثيرة من المجتمع المصري، شفنا توجيهات سيادة الرئيس من أول يوم ما بدأت فيه الأسعار تزيد بتوجيهات سريعة وحاسمة بتشمل كافة أطياف المجتمع. النهاردة اتكلمنا عن الدعم الرئاسي أو دعم الدولة المصرية الموجه إلى المرأة المصرية، اتكلمنا عن المرأة المعيلة، اتكلمنا عن المشاريع المقدمة ليها، اتكلمنا عن مشروعات تكافل وكرامة ومشروعات 100 مليون صحة، عدد كبير جدا من المشروعات الدولة المصرية ربما قدمتها للمرأة باعتبارها العمود الفقري
للأسرة المصرية. بنشكر الكاتبة الصحفية الأستاذة سمر الدسوقي رئيس تحرير مجلة حوا على هذه الإضافات حول هذا الملف. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا جزيلا.